محجوب السعيد عضو مجلس وطني لحزب أثر ومعاصرة، وصف وكيل لائحة جيليز التي تقدمها أشرف بورزوق مهندس دولة. احنا كما تشوف الناس تفاعلوا معنا اليوم مزيان، تفاعلوا معنا هذه الايامات مزيان، الناس يتزادوا، الناس كاين عاطفه، الناس يقلبوا على منتخب اللي يكون قريب منهم، تيقلبوا على منتخب اللي يكون تيحس بهم، وراه الناس راه الشعب باقي تيتيق، الشعب راه باين معقول. انا نتمنى من هذا المجلس اللي جاي يجيو فيه ناس اللي يكونوا تضربهم غير على المناطق ديالهم، وانا من هذا المنبر نوجه واحد الرساله، المجلس اللي جاي كنا فيه ولا ما كناش فيه، راه هاد الدواوير 11 دوار كاينه كله ومشاكل ديالها، حنا راه غير حيدنا لهم شويه ديال الغبره في هذا المجلس هذا ديال كيليز الله يجزيه بخير، يتعاونوا معنا باش حاولنا شويه بعدا كما كان، بعدا خصنا الناس بعدا الارض ونقينا لهم شويه بعدا، ولكن باقي المشاكل، باقي الضم، باقي هذه الهيكله الحقيقيه، باقي تمليك ديال دوار صغنا الجديد، باقي دوار خلف بريك خصو لهم يقولوا وهي كانت حقيقيه، باقي تسويه العقار، تسويه العقار تا هو في دوار صغنا الصغير تا هما خصهم هي كانت حقيقيه وخصهم. المهم كاين مجموعه المشاكل اللي بغيت المجلس الجاي وبغيت السلطه المهنيه وبغيت الناس اللي بيسهروا على التسيير ديال المجلس الجاي يخوضوا بها الاعتبار، كاع مراكش كامل ماشي هذه البلاصه هذه، لانه البلاد ديالتنا محتاجه اننا نهضوا بها، المدينه في سكته قلبيه، الا ما قلت سكته قلبيه خصنا نضفروا الجهود باش ترجع مراكش البهجه كي كانت ويرجع السرور في وجه الناس، لان الناس كرفساتهم كورونا والناس وقاعدين بلا خدمه، لولا تضامن ديال الاخوان فهاد كورونا اللي كلها وكيحط في الصندوق اللي ولا باش نستافدوا كنا كارثه. ومن هذا المنبر هذا تنشكروا صاحب الجلاله وتنوجهوا التحيه لكل ما قدم لينا وكل الاحساس ديالو من جهه المساكين في هذه الجائحه، وشكرا.